خدنا درس، خدنا نص فجر الحضارة وهمزة الفتح وألف الوصل، خدنا درس مقطع من رواية زينب، وخدنا مقال مصر هذه التي ستبقى آخر مرة. النهاردة هناخد التعبير الكتابي من قول وصف المكان. طيب أنا عشان أعمل مقال يصف المكان بتاعي بسبب التعبير الكتابي، لما أعمل مقال يا شباب عشان أصف المكان بتاعي، أول حاجة أكون عايز إن أنا أكون عندي مقدمة فيها العنوان السلام عليكم. بتاع التعبير بتاعي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب هنشرح المقال وصف المكان. لو أنا عايز أعمل المقال بتاعي عشان أصف مكان معين، أول حاجة هعملها المقدمة يبقى فيها العنوان بتاع التعبير بتاعي، المناسبة أنا بتكلم عن مناسبة إيه أو ومكان إيه، يبقى هكتب العنوان والمناسبة والمكان. بعد كده هبدأ إن أكتب في الموضوع عليكم وأصف ورحمة المكان اللي الله أنا عايزه. وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تاني يا شباب، النهاردة بنشرح مقال وصف المكان. أنا عشان أعمل المقال بتاعي عن وصف المكان اللي أنا عايزاه، أول حاجة بكون عايزاها المقدمة. المقدمة فيها أول حاجة إيه؟ العنوان بتاعي في البداية. بعد كده بقول المناسبة المكان اللي انا عايز اتكلم عنه. هو مقال وصف المكان يبقى اكيد في مكان معين. طيب لما اقول المكان المعين ده، مثلا قلت مثلا حديقة الحيوان، اقعد بعد كده اوصف المكان والحضور والحاجة اللي فيه، اوصف المكان بالتفاصيل. ده هو الموضوع. بعد كده بنتقل للخاتمة خالص، ان انا اكد الافكار اللي انا عايزاها. تعالى كده نشوف المقال معانا مع بعضينا. أو بقول معانا أول حاجة تبلي إيه؟ العنوان حفل تخرج الفصل السادس لحظة الفخر والفرح، يبقى ده كده العنوان. بيتكلم عن حفل تخرج للصف السادس لحظة الفخر والفرح. طب العنوان ده كده بينقسم حاجتين، أول حاجة المناسبة اللي هي حفلة التخرج بتاعة الصف السادس. الصف السادس يبقى دي حفلة التخرج، دي المناسبة. طيب العنوان إن هو إيه؟ دي لحظة الفخر والفرح. بعد كده بيقول لي ايه؟ أقيم حفل تكريم الصف السادس بقاعة الاحتفالات الكبرى بمدرسة النور. يبقى المكان هنا مدرسة ايه؟ النور. كانت القاعة مزينة بأناقة وذوق رفيعين يعكسان أهمية المناسبة. يبقى احنا كده بدأنا نوصف المكان بتاع الاحتفال بتاع اللي في مدرسة النور، إن هو كان مزين وفيه ذوق جميل وأهمية المناسبة وجو الفرح الذي عمل المكان. وعند دخول القاعة لفت انتباهي البالونات، أو كل ده من نصف المكان أهو، البالونات الملونة التي زينت المداخل والزهور الجميلة التي أضيفت لمسة من الحياة والبهجة على الجو العام. بكل ده وصفت المكان وشكله كان عامل إزاي بالتفاصيل بتاعته. هنا بدأت أقول التفاصيل. طيب أنا خلاص أهو خلصت كده المقدمة، أبدأ أهو في الموضوع، فأتكلم بقى إيه بالتفاصيل أكتر. هقول إيه؟ في وسط القاعة كان المسرح مزينا بستائر حرية بلونين الأزرق والذهبي. كل ده بتكلم عن وصف المكان اللي هو الحفلة بتاعتي. ظل منها أضواء ملونة تلألأ كنجوم في سماء الليل. كانت خلفية المسرح تحمل شعارا المدرسة وشعار الحفلة التي كتب عليها نحن المستقبل المشرق. وعلى جانبي المسرح وضعت أعلاما ترفرف بألوان الزاهية مع ترتيب مقاعد الطلاب الخريجين في الصفوف الأمامية بانتظار، حيث جلسوا مرتدين أرداف التخرج السوداء وقبعاتهم المميزة. الجمهور من الأهل والأصدقاء امتلأت بهم مقاعد القاعة، وكانت تعبيرات الفخر والسعادة تملأ وجوههم وهم يترقبون لحظة تتويج أعوام من العمل الجاد والاجتهاد. الجو كان مفحوم بالبهجة والاحتفال، إذا كانت الضحكات والمحادثات الودية تعلو بين الحضور. عياض بيوصف لي الحفلة كانت عاملة إزاي. وصف لي مكان الحفلة خلاص وإزاي مزين، أوصف لي بقى الحفلة بالظبط كانت عاملة إزاي، كان فيها بهجة وسرور. ومع بداية الحفلة عم الصمت المكان وأضيئت الأضواء على المسرح استعدادا لبدء الفقرات.
يوصف لي بقى الفقرات اللي هتحصل في الحفل. افتتح الحفل بكلمة المدير المدرسة الذي أشاد فيها بجهود التلاميذ والمعلمين طول العام الدراسي. تلقاها فقرات الموسيقية وعروض تقديمية أبدع فيها التلاميذ بعروضهم المتنوعة. كانت لحظات تسليم الشهادات من أبرز لحظات الحفلة، حيث وقف كل تلميذ بفخر على مسرح المدرسة لتسليم شهادته وسط التصفيق وتشجيع حضوره. طب أنا كده خلاص وصفت المكان والحفلة وكل حاجة، أبدأ بقى الختمة بتاعتي. هقول لقد كان حفل التخرج لحظة مميزة لا تنسى. إذا امتلأت القاعة بجو من الفرح والفخر، تواجهت جهود التلاميذ والمعلمين بأجمل صورة تاريخة ذكريات رائعة في قلوب الجميع. يبقى الختامة بتاعتي بتبقى زي ما احنا شايفين كده، بتبقى سطرين سطر ونص، ما بتكترش كتير. والموضوع بتاعتي اتكلم عن وصف المكان، وصف لنا الحفلة، الزينة بتاعتها، الديكور، الكراسي. بعد كده وصف لي الحفلة كانت بتعبر عن ايه والفقرات اللي فيها. كان في المقدمة ايه اللي هي إيه المناسبة والعنوان والمكان اللي هو بيتكلم عن مدرسة النور اللي فيها القاعة بتاعت الحفل. يبقى ده كده سميه مقال ايه؟ مقال وصف المكان. ماشي يا محمد. طيب بعد كده نقرا الأسئلة بتاعتنا من على المقال. يلا يا شباب ارفعوا ايديكم اشتغلوا معايا. يلا يا عمر. يصف المقال نقط حيث أقيم فيه حفل تخرج الطلاب الصف السادس ابتدائي. دي أول برافو، بعد اللي هو المقال يصف بعد، المقال. ماشي. وتاني واحدة اللي هو حيث يقيم فيه قاعة الاحتفال بمدرسة النور. برافو عليك. يلا يا سما. ما العناصر التي ذكرت في وصف مدخل القاعة؟ اللونات الملونة والزهور الجميلة. برافو عليك. يلا يوسف. ما العناصر التي ذكرت في وصف وسط القاعة؟ الستائر الحريرية، الأضواء الملونة، المسرح، قاعدة الطلاب. برافو عليك. نركز هنا، ألف الأول في المدخل القاعة، نوصف المدخل القاعة اللي هو أتكلم عن مدخل، عن البالونات والزهور الجميلة. طب وسط القاعة، لا أتكلم إن في نص القاعة كان في المسرح ومقاعد الطلاب والأضواء الملونة والستائر الحريرية. يبقى هنا كده اختلف مدخل القاعة غير إيه وسط القاعة. ممتازين. يلا يا سارة بطل، رقم 4. كيف ساعدت التفاصيل كالبالونات والزهور والأضواء في إبراز الأجواء الاحتفالية؟ أضفت اللمسة من الحياة والبهجة على الجو العام. برافو. يلا يا آسيا، رقم 5. تمام. ما المشاعر التي أثيرت عند وصف الستائر الحريرية والأضواء الملونة؟ مشاعر البهجة والفرح. مشاعر البهجة والفرح. برافو عليك. يلا يا عبد الله، عبد الستار، رقم 6. حاضر. بس كيف تم وصف الحضور وأجواء الحفل؟ أولا الحضور، الطلاب كانوا مرتدين أرضية التخرج السوداء قبعاتهم المميزة. الجمهور كانت تبل وجوههم تعبيرات الفخر والسعادة. ثانيا أجواء الحفل، كان الجو مفعم بالبهجة والاحتفال. برافو عليك. يبقى احنا هنا وصفنا الحضور، عندنا كان حضور 2 طلاب وجمهور. الطلاب كانوا مرتدين الزي بتاع الحفلة والقبعات والملابس السوداء، والجمهور كانوا عندهم تعبيراتهم الفرحة والفخر والسعادة بأبنائهم، والجو العام كان طبعا أكيد فرحة واحتفال. يلا يا رينات، رقم 7. رينات، نعم. رقم 7. ما الألوان التي ذكرت في المقال؟ الأزرق والذهبي والأسود. برافو عليك. يلا يا سارة، سارة عبد الحكيم، نعم يا مس. رقم 8. 8. كيف وصل المقال للجو العام بالقاعة وبالكلمات والعبارات التي استخدمت لتحديد هذه الأجواء؟
وصفة بجو من الفرح والفخر، البالونات الملونة لمسة من الحياة والبهجة، أضواء ملونة تتلألأ، وقف كل تلميذ بفخر على المكتب. برافو عليكي محمد مجدي. جيت شكله لسه بيشرب. يلا يا صورة بطول رقم 9. كيف نظمت الفقرات لإظهار التسلسل المنطقي للمقال؟ نظمت الفقرات تنظيما منطقيا، حيث بدأ المقال بالعنوان وتحديد المناسبة ومكانها، ثم انتقل إلى وصف المكان وما بداخله مختما مختتما تماما مختتما مقاله بتوضيح الجو العام للمقال. برافو عليك. هنبدأ بقى نشوف المقال الثاني برضه، نرفع ايدينا عشان ده نموذج مقال تاني بيكلمنا برضه عن مقال تاني. هيتكلم في الأول، يقول لي العنوان هذا يتحدث هنا يتحدث التاريخ، بيتكلم بقى كده المناسبة اللي هو مدى زيارة مدرسة المتحف المصري الذي يعتبر أحد أول وأشهر، يقعد يكلمني عن المقال والمكان بتاعه. تعالى نروح بقى الأسئلة على طول نقرأ المقال ده. يلا يا سما. تمام يا أستاذ. ذكريات النصر. ذكريات النصر. في ذكرى انتصارات أكتوبر، يتوافد المصريون لزيارة بانوراما حرب أكتوبر التي أنشئت بالتعاون بين مصر وكوريا الشمالية عام 1983 ميلاديا، مثيري احتفاء ولا احتفالا؟ احتفاء، مش احتفالا، احتفاء. احتفاء بذكرى انتصار مصر في حرب 6 من أكتوبر، وتقع في مصر الجديدة بشارع صلاح سالم بجانب استاد القاهرة الدولي، المبنى أسطواني الشكل، وفي المدخل ترى مجموعات حقيقية من أسلحة الحرب، دبابات ومدافع وعربات وأسلحة متنوعة، تشعر كأنك تدخل ساحة حرب حقيقية. برافو عليك يا سما. يبقى كده سما اللي قريته لغاية دلوقتي كده المقدمة. يلا يا يوسف، يوسف قول لنا بقى الموضوع. تمام. في القاعة الرئيسية يحيط بجدرانها لوحات وصور تمثل المعارك الهامة التي خاضها مصر، بدأت من المعركة التي خاضها الملك نمرود لتوحيد القطرين وأحمس وطرده للهكسوس وغيرهم وغيرهم إلى تحقيق نصر أكتوبر عام 1973 ميلاديا. كل ذلك يعكس عظمة الشعب وقوة الجيش. جلس الجميع وساد الصمت، وبدأت الحرب على شاشة العرض العملاقة التي قدمت كل تفاصيل الحرب. نحن نسمع صوت الجنود وهزير الطائرات وانفجارات القنابل وانطلاق الرصاص في كل مكان. نشعر أن الجندي المصري يمثل جيشا بمفرده، وهو يدافع عن الحق، وتذوق معه طعم النصر واستعادة العزة والكرامة. برافو عليك. يلا يا محمد مجدي، آخر حاجة الخاتمة. ونتمنى لو شاركت في هذه الحرب وأنت تغادر القاعة، لقد كان العرض لحظة مميزة ولا تنسى، ملأت قلوبنا بالحب لمصر وحفرت في عقولنا ذكريات النصر. برافو عليك. طب أنا جالي مقال زي كده، هيجيلي بقى الأسئلة بتاعته، هيقول لي المناسبة، المكان، وصف المدخل في الأول كان بيتكلم عن إزاي، وصف القاعة الرئيسية، الجو العام كان فيه ايه، حماس، بهجة، كروهية، الجو العام كان عامل ازاي، عبارات تعكس الجو العام، عنوان اخر المقال. طيب تعالي نبدأ كده. يلا يا عبد الله، المناسبة كانت بتتكلم عن ايه؟ تحقيق نصر أكتوبر عام 1973 لدي. يبقى انتصار اكتوبر عام 1983. برافو عليك. يلا يا يوسف، المكان كان فين، بتكلم عنه؟ لا، المكان يمس اللي هم كانوا فيه. اللي احنا عاملينه الصفوف بس الأول كده. مثلا نقول في المتحف يمس ولا نقول إنه لا، في الحرب؟ هتلاقيه هنا، هتلاقي المكان بتاعه هنا. اقرا كده أول سطرين.
شارع صلاح سلام بجانب استاد القاهرة الدولي. اللي هو اسمه بقى ايه، برونوما حرب اكتوبر، ده المكان اللي رايحين يصلوا. بنور حرب أكتوبر. برافو عليك. في يلا يا شارع اسيا. صلاح سلام بجانب شارع، استاد انا القاهرة. عايزين بقى نقول بقى بالتفصيل، هو شارع كذا، بشارع صلاح سالم، هي تقع في مدينة مصر الجديدة، بشارع صلاح سالم بجانب ستاد القاهرة الدولي. برافو عليك. يلا يا اسيا، وصف المدخل. تمام، اول مدخل بتاعي وصفه لان هو ايه، ان هو المبنى اسطواني الشكل، وفي المدخل ترى مجموعات حقيقية من أسلحة الحرب، دبابات ومدافع وهربات وأسلحة متنوعة، تشهد كأنك تدخل ساحة حرب حقيقية. يبقى دي كده وصف المدخل. برافو عليك. يلا يا سارة، سارة عبد الحكيم، وصف القاعة الرئيسية. القاعة الرئيسية كانت عاملة ازاي؟ القاعة الرئيسية يحيط بجدرانها لوحات وصور تمثل المعارك الهامة التي خاضتها مصر، بدءا من المعارك التي خاضها الملك نارمر لتوحيد القطرين وأحمس وطرده للهكسوس. برافو عليك. طيب يلا يا عمر، بعد كده الجو العام. الجو العام كماله، الجو العام كان بس نسمع صوت الجنود وأزير الطائرات وانفجار القنابل وانطلاق الرصاص في معنى كل بقى مكان. نحس المكان ده، المعنى الكلام ده كله ان احنا الجو كان مليء بالايه، بالحرب بالذكريات لا احنا بنتكلم عن ذكريات النصر، ذكريات النصر التي تملؤها قلوبنا بالحب لمصر وكلنا في ذكريات النصر. ده الجو العام. طب لو انا عايزه اقول يا عمر برضو كلمات، يقولي بعديها ايه، عبارات تعكس الجو العام. ايه العبارات اللي انت بتقولها بقى دلوقتي، اللي هو ايه، ازير الطائرات وانفجار القنابل، انطلاق الرصاص في كل مكان، تشعر ان الجندي المصري يمثل جيشا بمفرده ويدافع عن حق وتذوقه معا طعم النصر واستعداد العزه والكرامه. دي العبارات اللي بتتكلم عن قد ايه جو النصر بتاعنا، وقد ايه ده بيملأ ذكرياتنا عن ذكريات النصر بتاعتنا. يلا يا سارة بطل، عنوان اخر المقال. ايه العنوان اللي كان في اخر المقال؟ ايه مس عنوان اخر للمقال، يعني حطي عنوان تاني للمقال بدل ذكريات النصر، وحطي عنوان تاني، احتفال بالنصر. احتفالا بنصر اكتوبر. ماشي، برافو عليك. طبعا هنا بيقول لنا لو انت عايز يبقى عندك مهارات تحدث لبقه وتبقى متميز، لازم تهتم بتعبير وجهك. فانت مثلا لو بتتكلم عن حاجه فيها غضب يبقى وشك يبقى فيه علامات غضب، حزن يبقى وشك يعبر عن حزن، فرح يبقى وشك يعبر عن فرح، يبقى عندك تواصل بصري مع الشخص اللي بتتكلم معاه قدامك، صوتك يبقى واضح، لغه جسدك بتعبر عن الكلام بتاعك، يعني ما تبقاش منافيه ليه. طبعا تحترم اراء الغير، ده كلها حاجات بقى مهمه لازم تشتغل عليها. اهي مثلا احنا قلنا ان تعبيرات الوجه لازم يبقى الابتسامه مناسبه، مثلا ما اقعدش مثلا اتكلم عن حاجه حزينه والاقي وشي مره واحده بيضحك، لا طب حزينه يبقى احترم الحزن ده، انا بتكلم مثلا عن ذكرى حاجه او فات حد او بتاع، فاتكلم بطريقه تليق باللي انا الموضوع اللي بتكلم عنه. طبعا لو انا مثلا بنصح او بتكلم عن حاجه نصيحه او بقدم حاجة مهمة للناس، يبقى أتكلم بطريقة جدية، ما ينفعش أقعد أمزح وأنا بقول لهم نصيحة. طيب التواصل البصري قلنا لازم يكون اللي قاعد قدامي أتواصل معه بصريا، وباصص في عينيه، باصص ليه، بتكلم بكل ثقة ومش خايف. الصوت بتاعي لازم نبرة الصوت تبقى مناسبة، لازم تبقى فيها قوة وحماس عشان أبرز النقاط المهمة بتاعتي، وفي نفس الوقت تبقى هادية عشان أشرح الموضوع مهما كان معقد. سرعة الصوت ما ينفعش أنا أتكلم بسرعة سرعة 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 قوي فمحدش يلحق يفهمني، لا ولا بطيء قوي الناس تزهق مني، لا لازم يبقى إيه في التواصل.
طيب لغة الجسد، لازم ان انا احسن التواصل البصري بتاعي، احافظ على اعتدال واستقامة جسدي وانا قاعد كده قدامكم، اتنفس بعمق كده وانا بتكلم، ما اقعدش ان انا كذا ابين صوت تنفسي، لا انا عارفة اتنفس خلال الكلام بتاعي، اعبر عن بالواجب بشكل صحيح، اعبر عن حركات بايدي بشكل صحيح عن الموضوع اللي بتكلم، ان انا احرك ايدي، دي كلها لغة جسد. طب احترم اراء الشخص اللي قدامي، استمع ليه زي ما هو بيستمع ليه، انا استمع ليه ما اقطعهوش، احاول افهمه واسمع منه وجهة نظره واقول له وجهة نظري وافهمها له، واعبر عن وجهة نظري بكل تهذب واحترام، واحترم برضو ايه وجهة نظر. مس نعم مش هنطلع وندخل؟ لسه احنا في اول حصة لسه. تمام. طيب يلا عشان نكمل الأسئلة، مش شايفة حد رفع ايديه. يلا ماشي، يلا يا سما. تمام. أقرأ. اه في قلب القاهرة القديمة، حيث تتراقص العمارة المملوكية على أنغام الزمن، تقع حارة الجمالية، السلام حارة عليكم. تتنفس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبر التاريخ، وتظهر بأرواح بسيطة تعيش بساطة الحياة بكل ما فيها من فرح وحزن، حب وكره، أمل ويأس، تشبه أزقة الحارة شرايين الحياة المتدفقة. نسي دي عشان مش واضحة عندي. تنبض بالحركة والنشاط. تنبض بالحركة والنشاط منذ ساعات الصباح الباكر، تزين هذه الأذكر رسومات جدارية بسيطة تجسد مشاهد من الحياة اليومية، وتضفي هذه الرسومات لمسة فنية على الحارة. في أحد أزقة هذه الحارة عاش فتى يدعى يونس، عيناه السوداوان كحجر الفحم تعكسان ذكائه وفطنة لا مثيل لهما، دامته البيضاء كالثلج تنير أرجاء الحارة وتدفي قلوب أهلها، كان يوسف بمثابة شمس تضيء دروب الحارة ونسميه عطرة تنعش أرواح ساكنيها. برافو عليك، كملي يلا يا عبد الله. مس، في أحد الأيام اه من اول في احد الايام. بينما كان يونس يلعب بالحارة، لفت انتباهه صوت بكاء خفت قدام من أحد البيوت، اقترب يونس بحذر ونظر من خلال نافذة صغيرة، فشاهد امرأة عجوزة جالسة على الأرضية تبكي بحراقة داخل دخل يونس. دخل يونس المنزل دون تردد وسأل المرأة عن سبب بكاها، خبرته بأنها مريضة ولا تستطيع العمل، وليس لدي أي أحد يساعدها، فشعر يونس بحزن عميق تجاهها وقرر مساعدتها. منذ ذلك اليوم أصبح يونس بسبب إن هذه المرأة كان حاضر لها الطعام والدواء، وساعدها في أعمال المنزل كما كان يجلسها ويسليها ويخفف من وحدتها. مع مرور الوقت كبر يونس وأصبح شابا قويا، عمل بجد واجتهاد وساعد عائلته والمرأة العجوز على عيش حياة كريمة. وظلت حكايات يونس ردت في أزقة الحارة سنوات طويلة، تحكي الأطفال كدروس في غطاء وتحضير بحب الناس. برافو عليك. طيب انا كده لو عايزه اقسم المقال بتاعي، اول حته دي كانت المقدمه، بعد كده بدات الموضوع شرحت فيه الاول، وصفت يونس، وبعد كده وصفت حارته، واتكلمت عن الموقف اللي حصل معاه مع الست العجوزه. الاخر خالص السطر النص ده اللي اتكلمت عن حكايات يونس، ان هي اللي حصلت، وان هي بتعمل كدروس للعطاء وتضحيه وحب الناس، دي الخاتمه. طيب تعالى كده نحل بقى على المقال ده. سماش لسه داخله، احنا عم بنشرح زي ايه مقال بيبقى فيه مثلا عنوان رئيسي، بعد ما يديني عنوان رئيسي يقول لي مثلا عن المكان، بيوصف لي بقى المكان ده ويقول لي هو كان فيه ايه، المدخل في المكان، وسط المكان، لو موقف مثلا يقول لنا، يوصف لنا المكان بالتفصيل. في الاخر خالص بيبقى فيه خاتمه تختم لنا الكلام ده. الفكره بتاعتي
يلا يا يوسف، الذي يزين أزقة الحركة إيه؟ هي في البداية. نعم يا اسف، انا مشفتش، انا كنت تجيبي تاني بس اه ماشي، هجيبه لك تاني. الذي يزين أزقة الذي الحارة كمصابيح مضيئة، زينة رمضان ورسومات جدارية، هي في بداية القصة. هي طب تزين تمام هذه كده هذا الأزقة إيه؟ الحارة شرشيب الحارة المتلفظة صغير بس زيت رمضان أهي موجودة أهي. بس تزين هذه برسومات الأزقة. جدارية، يعني رسومات جدارية، رسومات جدارية. برافو عليك. طيب وصف الكاتب يونس بأنه إيه؟ يا آسيا. وصف الكاتب يونس كأنه إيه؟ هنا هي شمس تضيء. شمس تضيء. برافو عليكي. طيب يلا يا عمر، ماذا فعل يونس عندما سمع بكاء المرأة؟ قرر مساعدتها. برافو عليك. يلا يا سارة بطل، اللي جاوب طبق. بيمسي ينزل ايده. اه عايز استنبط من خلال قراءتك يا سارة، المكان كان فين؟ لسه كنا قايلين ايه؟ مكان فين؟ القاهرة. القاهرة. ليه؟ حارة ايه؟ الجمالية. طيب حارة الزمان، الجمالية. اه الزمان كان فين؟ الصباح الباكر. برافو عليك. طيب يلا يا أنا أمس. ماشي، يلا يلا يا محمد، استخرج ضاد من القطعة ووضح أثره في المعنى. فاكر التضاد؟ قلنا كلمتين عكس بعض، طلع لي ضاد في القطعة، كلمتين عكس بعض. هي أصعب حاجة بصراحة، لا سهلة جدا، بص على السطر التاني القطعة. تنفس على الكوتريك بس ممكن أبعت على الشات عادي، اه أبعت لحضرتك على بس الشات. راح بعد باخذها دي بصراحة، باخذها. برافو. وايه تاني؟ في واحدة كمان، حب وكره، كمان أمل واحدة. ويأس. برافو عليكي. يبقى فرح وحزن، حب وكره، أمل ويأس، دي كلها تضاد يؤكد المعنى وايه ويوضح. برافو مثلا عليك. بس ينفع المملوكية الجمالية ينفع؟ تقال تبقى تضاد يعني. أيوة. لا بص يا محمد، الضاد دي لازم كلمتين عكس بعض. بقول لك مثلا السماء والارض، رجل وامراه، يبقى لازم حاجتين عكس بعض تماما، ده اللي بسميها الضاد. تمام. صفحة 58 دي واجب طبعا، ترجع له النشاطات بتاعت القراءة. عارفة مش حضرتك قلت ايه؟ رقم 58 واجب. تمام، تمام، مثلا لازم ممكن احفظها. حد يعمل لايك في الشاشة ويبعتها على الجروب. يس مش هبعت لكم الكتاب كله لو عايزين. مش يا جروب الوجبات اتعملت؟ تقول عادي؟ لا لسه، انا هتأكد على ميس تاني انه لو حد عايز ياخد سكرين ياخد مش سكرين. عارف ليه دايما تقول اعدادي لا بس لا، المنهج انا متأخر، خدت الكتاب سكرين وهبعته متأخر، على الجروب كمان. المنهج متأخر. ماشي يا سلام. أصلتها سنة رابعة اتعملت يا مس. اه رابعة وخمسة. طيب الهوية وبناء ماشي الشخصية، ناخد قصيدة بنا مصر. احنا ان شاء الله يا شباب نرجع كده للفهرس. اذنك بس، هي الوقف صفحة 58 صح؟ اه تمام. نرجع كده لمحتوى الكتاب. بصوا خلينا، ماشي احنا خدنا كده خلاص، خلصنا الوحدة الأولى. تعالوا ناخد درس النحو كده، خلصنا الوحدة الأولى. ناخد أول درس نحو عندنا، الضمائر المنفصلة والضمائر مش المتصلة. ممكن ندخل من اللابتوب؟ ماشي لو سمحت بس ممكن سؤال بس قبل ما نبدأ، اتفضل. بسرعة بسرعة بسرعة. الحصة الجاية هيبقى في اختبار على الوحدة الأولى؟ اه طبعا.
تمام، مش اختبار كبير يعني، اختبار بسيط كده في كام سؤال بيضمم لي اللي احنا شرحناه في الوحدة الأولى. له علاقة شوف 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 بالتقييم مس الشهري؟ ليه ايه علاقة بإيه؟ بالتقييم الشهري؟ بلا بحسن. بالتقييم الشهري؟ لا ده ليه علاقة بإن أنا اللي أقيمكم وأشوف مستواكم، تمام. يا مس لأن ممكن أنا سؤال بحب كمان يا أعمل، مس؟ أنا بحب أعمل، أنا كمس نادين أحب أعمل شهادات للطلاب. لو انتوا معايا قبل كده أسألوني بقى، بحب أعمل شهادات للطلاب كل شهر، شهادات شهرية غير الشهادات اللي بتبقى آخر السنة، لا بحب أعمل شهادات شهرية للطلاب المتفوقين. تمام، أنا آسف على المقاطعة آخر مرة، فاضل 7 دقايق والميكرو ماشي، هنخش على طول أول ما يفصل. يا مس سؤال بس يا مس، هبقى إلكتروني يا مس ولا ورقة زي الورقة اللي حضرتك عاملها دي؟ هيبقى مش كده؟ إلكتروني. إلكتروني، يس يا سلام، مس كده مس كده 100 100 يا مس بس كده كده حضرتك خلاص. بتدلعينا بس. ماشي أنا أحب أدلع. بس طيب يلا بقى نشرح. يلا يس. طيب أنا عندي الضمائر، أنواع الضمائر بتاعتي اللي هي بارزة اللي أنا ممكن أشوفها قدامي في الكلمة، دي اسمها ضمائر بارزة. طيب عندي منفصلة وعندي متصلة، يبقى الضمائر البارزة عندي أول حاجة دي حاجتين، منفصلة متصلة. منفصلة يعني ما ينفعش ألزق فيها حاجة، زي ضمائر المتكلم أنا ونحن ما بتلزقش في أي كلمة، ضمائر المخاطب أنت أنتي أنتما أنتم أنتن، ضمائر الغائب هو هي هما هم هن، دي بسميها ضمائر منفصلة. ليه؟ عشان ما بتلزقش في الكلمة. قول مثلا نحن طلاب مجتهدون، نحن هنا اتلزقت في كلمة طلاب؟ لا ما لزقتش، عشان كده لا سميناها منفصلة، يبقى سميناها منفصلة لأنها لا تلزق في الكلمات. طيب ضمائر متصلة دي بقى تلزق في الكلمة، ممكن تبقى في الاسم، ممكن تبقى في الفعل، ممكن تبقى في الحرف، ممكن طب ايه عندنا الضمائر المتصلة اللي هي مثلا كيف الخطاب، لما اقول مثلا وطنك بدي كاف الخطاب، انا وطن حط لها كاف الخطاب اللي هي الكاف اللي في الاخر، او مثلا كتابك قلمك دي كلها اسمها كاف الخطاب. طب عندي كمان هاء الغيبية، زي ما اقول مثلا كتابه قلمه، يبقى انطقها بالهاء، عشان كده سميتها غيبية. كيف الخطاب انتهت بالكاف، عشان كده سميتها كيف الخطاب. وطنه. طيب عندي ياء المتكلم أو ياء الملكية اللي هي قلمي كتابي وطني. طيب عندي تعالوا كده، لما النت لما اللينك يفصل نيجي نخش تاني، هبقى اعملها لكم على السبورة احسن عشان تبقوا تاخدوها سكرين. تمام. تمام يا مس. ثانية واحدة، ماشي. بعد كده عندي ياء المتكلم، بتكلم أنا، أقول مثلا فهمتني، أتكلم عن نفسي بقول مثلا فهمتني، كلمتني. عندي كمان ناء المتكلمين، بتكلم عن اتنين بقى، أقول له مثلا فهمتنا، إن اسمها ناء متكلمين يبقى في آخرها ناء، فهمتنا كلمتنا. يبقى أنا عندي جاي دلوقتي كاف الخطاب اللي هي آخرها كاف، الغيبية اللي هي كتابه آخرها هاء، بص من اسمها بنلاقي الهاء والكاف. ياء الملكية اللي بتكلم على الحاجة بتاعتي، قلمي كتابي بيبقى آخرها ياء. ياء الملكية ياء المتكلم فهمتني، بتكلم عن نفسي آخرها ياء، كلمتني. ناء المتكلمين تبقى آخرها ناء، زي ما فهمتنا كلمتنا تحدثت معنا، دي اسمها ايه؟ ناء المتكلمين، يعني بتكلم عن شخصين. طيب عندي كمان واو الجماعة،
أقول مثلا يفهمون، يقرؤون، يشجعون. يبقى بتكلم عن جماعي، بسميها واو جماعي. عندي نون النسوة عكس بقى واو جماعة. واو جماعة دي كانت يا للمذكر، مس، هي النسوة واو الجماعة دي، مس واو الجماعة دي ما ينفعش، يعني لازم يكون واو ونون في آخر الكلمة ولا تنفع يلعبوا مش يلعبون؟ يلعبوا، يلعبون، يلعبون. لا مش يلعبوا، يبقى يلعبوا. يلعبوا قصدك اخرها واو الف. اه ينفع، أيوه ايوه ينفع. ده لو انتوا خدتوه السنه اللي فاتت، فاكرين الافعال الخمسه اللي هي أيوه واو الجماعه، الف الاثنين، ياء المخاطبه المؤنث. قلنا في أيوه الافعال الخمسه لما كانت بتيجي في فعل مضارع لما يكون مرفوع او منصوب او مجزوم، نفس النظام دي كلها عندنا افعال متصله. برافو عليكم. طيب نون النسوة زي ما نقول مثلا فهمنا أو يفهمنا، يقرأنا، يشجعنا. بتكلم عن مين؟ عن بنات. نون النسوة عن نساء، دي عكس واو جماعة. واو جماعة كنت بتكلم عن رجال، نون النسوة عكسها، بتكلم عن إيه؟ عن نساء. كده ده زي أوبي، عشان نيجي نقوله تاني. بس اخدها سكرين وابعت جروب. ماشي، خد السكرين بس بسرعة عشان اللينك هيقفل. ثانية واحدة بس. يعني لسه ما خلصناهوش، بس نقفل ونيجي نكمل الباقي. ماشي. تمام. خدتوا سكرين؟ انا يا مس نعم، بعتها بس يا مس على جروب. نقفل اللينك بسرعة ونخش بسرعة. ماشي بسرعة. تمام حاضر. خلاص، والله استنى يا اقفل، انا مدرس هقفله من عندي على طول. نخش بسرعة، متأخرش.